السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي، فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي قناة مطبخ أم رؤى. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم هي رزيزة، وبزاف الأخوات اللي كيسميوها رزة القاضي على حسب المناطق، كل منطقة وشنو كتسميها. جبتها لكم بطريقة يعني مبسطة سهلة، ممكن أي وحدة مبتدئة يعني تديرها بكل سهولة وبكل بساطة. نمشي إن شاء الله للمقادير والطريقة ديال هاد الرزيطة، يعني تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش هكا تعرفوا على يعني الطريقة المبسطة اللي إن شاء الله غندير معاكم. عندي هنا في المقادير عندي كيلو لا روب ديال الدقيق الفورس، يعني النوع الممتاز، وعندي ربعة ديال الدقيق الفينو، يعني ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق. هنا انا عبرت بزلافة بالنسبة للبنات اللي كيكون هكا عندهم الدقيق في المنزل ديالهم او البيت ديالهم. انا عبرت هنا بزلافة، ثلاثة ديال الزلايف ديال الدقيق الابيض، وزلافه ديال الفينو دقيق القمح الصلب، ماشي السميده الرقيقه، دقيق الفينو الاصفر. هنا شويه ديال الملح، وغادي نخلط العجين ديالي بالماء بارد من روبيني، ماء عادي. غادي نبدا نخلط، يعني ضروري تكون هاد العجينه قاصحه باش هكا كتساعدني في الخدمه، عجينه اللي تكون قاصحه ما تكون شوية مرخوفة أو يعني قاصحة باش كتعاوننا في الخدمة. من بعد ما كنجمع العجين اللي كتكون على هذا الشكل، يعني عجين اللي كتكون قاصحه، يعني كتدلكيها بواحد الصعوبه. هنا اللي عنده العجانه يحاول يديرها غير في العجانه تدلك ليه، انا غادي ندلكها غير بيدي على هذا الشكل. حاولوا ندلكوها مزيان. غادي نحاول انني ندلكها، يعني نحيد القصرية ونديرها فوق البوطاجي باش نتحكم فيها وندلكها بسرعة وبأريحية. كنبقى على هذا الشكل حتى كندلكها مزيان، وكناخد يعني واحد الموس وكنبدا نقطع العجينة على حسب الرزيزة اللي بغيت، يعني كبيرة صغيرة على حسب نتوما وشنو بغيتو ديرو. بغيتو ديرو رزيزات صغار كتصغرو هكا هاد لي بودان، بغيتو ديروهم كبار كتكبرو لي بودان، كتبقى يعني تحكمو فيها نتوما كيف ما شفتو. غادي نبدا نشكل فيها هكا يعني على شكل بودان ونحطها بالاستعانة بالدقيق، ضروري نستعانو بالدقيق باش العجينه ما تلصقش لينا، حيت مازال غادي نديروها في الوراقه او في الماكينه الرزيزه. من بعد ما كنخدم هذوك لي بودان كاملين كنرش عليهم الدقيق وكنغطيهم هكا بواحد البلاستيكه باش العجينه ما
تكونش لينا ديك القشرة اللي كتكون من الفوق. هنا جبت واحد الكاسرول ودرت فيها نص ربعة ديال الزبدة التوريق، 125 غرام ديال الزبدة التوريق، وتقريبا درت عليها واحد نصف لتر ديال الزيت، نصف لتر ديال الزيت، وغندير هاد الدوب باش غادي نخدم بها هاد الرزيزة. انا درتها فوق النار باش يعني تسخن لينا ديك الزبدة والدوب، وغادي نبدا نخدم في هاد لي بودان ديالنا. غادي ناخد الدلاك ديالي وغادي نبدا نخدم بها هكا كيف ما كتشوفوا. مهم راه الصور يعني واضحة. هنا غادي نجيب الماكينه ديالي او الوراقه، وغادي نطلق العجين ديالي في البلاصه ديال اللي كنخدموا بها، يعني العجينه ديال الكعبه. هنا انا درتها على جوج او ثلاثه فجاتني غليظه، انا عاود ندير رقم واحد وعلى حسب كل وحده والماكينه ديالها. كاين اللي كتبدا من السبعة وهي هابطه حتى لواحد، يعني السبعة هي الغليظه وكتبقى هي هابطه وهي كترقاق يعني حتى لواحد، وكاين العكس اللي كتبدا يعني من الواحد حتى السبعة، يعني من الواحد وهي غادا كترقاق حتى السبعة. انا هنا عندي من السبعة لواحد، يعني الواحد هي الرقيقه. منين درتها في الواحد كيف شفتوها عاد جاتني في كيف ما بغيت انا، يعني عطاتني ديك الرق اللي بغيت انا. من بعد ما دوزتها في هذيك الرقيقه غادي ندوزها هنا في البلاصه ديال الرزيزه كيف ما كتشوفوا، راه كتهبط يعني رقيقه وزوينه وسهله في الخدمه بالنسبه للبنات اللي كيخافوا انهم يخدموا الرزيزه. حتى البنات اللي كيخدموا لي كوموند راه بالنسبه ليهم اسهل ما كاين، يعني في واحد الوقت اللي هو قصير ممكن انهم يخدموا بزاف ديال الرزيزه او بزاف ديال لي كوموند. نتمنى البنات نكون كنت وفق في الشرح. كيف شفتوا ها هي الرزيزه ديالي كتخرج هكا خيوط ديالها رقاقين على هذا الشكل. كنحاول نقاد دوك الخيوط يعني ما يبقاش واحد طول من الاخر. كنجيب الزبده والزيت اللي ذوبت وكناخذ واحد الاناء يعني كنخوي فيه هاد ليدام، وغادي ناخذ الخيوط ديالي وغادي نديرهم هنا يعني بحال كنعومهم في هاد ليدام، يعني هاد الزبده والزيت كيف ما كتشوفوا ضروري من هاد العمليه، ضروري انكم ديروا هذه العمليه ضروري باش هكا. وكنحاول انني نزيد مازال نرقق الخيوط ديالي باش تجيني الرزيزه رقيقه. وهاد الخيوط اللي كيبقاو هكا قصارين مقطعين راهم ما كيضيعوش، يعني حتى كنلوي ديك الرزيزه ديالي وكناخذهم وكنديرهم هكا بليدام ديالهم في الوسط، يعني ما كيضيعوش وما كنعاودش نعجنهم، كنخليهم هكا كنديرهم في ليدام ونخليهم حتى كنسالي وكنديرهم في الوسط. ويعني كت عادي كيبقى يعني كتجي زوينه في الوسط، يعني كيجيو محلولين عاديين. نعاود نخدم معاكم واحده اخرى باش يعني نزيد نوضح لكم اكثر. شفتوا معايا راهي بنتي معاوناني
رؤى كتدور لي الماكينه. هو من الاحسن اذا كان معكم شي حد زعما اللي غيعاونكم غيدور لكم، راه بسرعه كتوجدوها. انا هنا هاد الكيلو اللي درت شفتوني يعني درتو، راه تقريبا ساعد المكانه كانت الرزازه ديالي موجوده يعني بواحد الوقت قياسي اللي ممكن انكم توجدوا بزاف ديال الرزيزه. وكنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل كاع العجينه اللي عندي، ومن بعد نرجع باش نطيب انا وياكم هذا الرزيزه. من بعد ما كنكمل الرزيزه ديالي اللي كتجي على هذا الشكل، تبارك الله كيلو ديال الدقيق عطاني هاد الكميه كامله. غادي نبدا نقرص في هاد الرزيزات. انا هنا درت المقله ديالي كتسخن، غادي نبدا نقرص يعني كنبسط فيها على هاد الشكل. ما تكونش رقيقه بزاف يعني، وبالاصابع ديالنا ما نقرصوهاش بالكف يعني، نبسطوها غير بالاصابع ديالنا. الكف الى يعني بسطناها بالكف او قرصناها بالكف كتعجن. غادي نبدا نطيب الرزيزه ديالي. هنا المقله راه سخونه العافيه اللي ما تكونش مجهده باش يعني ما تحرقش لينا الرزيزه من يعني تخطف لينا، ومن الداخل غتبقى معجنه. ضروري عافيه يكون المقله سخنات، ومنين تسخن المقله غادي نقص شويه النار باش العافيه كتدخل الطياب. وكاين اللي كيبغي يطيبها هكا في الفران فهي راه كتجي اسهل. كناخذوا الطاوه ديالنا اللي كندخلوا الفران وكنستفو وكنقرصوا شويه هكا نبسطوها وكندخلوها يعني في الفران. طاوه كنديروها كامله في الطاوه على حسب الكميه اللي عندنا وكندخلوها للفران بحال كنطيبو الخبز. راه كتجي ساهله يعني كنطيبوها في دقه واحده. انا هنا طيبتها معكم معي في المقله حقاش عندي غير كميه قليله. كنبدا يعني راني نقصت النار وكنبدا هكا ندور كيف ما شفتوا. ضروري انكم تقابلوها في الطياب باش كتجي واخده لينا داك اللون الذهبي وكتجينا زوينه في المنظر. كنبقى نطيب فيها وندور نطيب وندور حتى كتوجد ليا هاد الرزيزه. الرزيزه ديالي ملي وجدات كتجي على هاد الشكل، كتجي رائعه البنات صدقوني. كتوجد في واحد الوقت قياسي يعني راه كيف قلت لكم ساعد المكانه. كانت ليا الرزيزه ديالي موجوده اللي كتجي على هذا الشكل. انا المقطع ديال كيفاش طيبتها فاش كنطيبها وكنحلها هكا بكل سهوله وهي سخونه مشاريه. المهم ملي كتكون سخونه كتحيدوها كتبقاو هكا تضربوها ما بين يديكم باش كتحل لينا الرزيزه ديالنا. ونتمنى البنات الفيديو ديال نهار اليوم يعجبكم وتجربوا هاد الرزيزه وتنجح معاكم. وإلا نجحت معاكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. ان شاء الله
عيد المولد النبوي قرب، وممكن أننا نديرو هكا طبيصيل الفطور ديال نهار يوم العيد. نتمنىكم البنات تبارطاجيو مع الأهل والأحباب، تخليوا لي تعليق هكا إلى عجباتكم، يعني إلى جربتوها وعجباتكم. ونتمنى الفيديو ديال نهار اليوم يعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم، يعني وصفة جديدة على قناتي، قناة مطبخ أم رؤى. وخليتكم على خير، مع السلامة.